فالنهارده مباراه المقاولين، اللي بيتفرج على مباراه الاهلي والمقاولين النهارده يحس ان الاهلي ما خدش الدوري، يحس ان اللعيبه اللي بتلعب دي يعني ما بتلعبش خالص مثلا، او عايزين ياكلوا، عايزين يفرحوا جمهورهم، ما تعرفش. في مباراه المقاولين النهارده الحمد لله، الحمد لله والشكر لله قدرنا نكسب 4. النادي الاهلي بيواصل انتصاراته، حققنا الفوز رقم 25، وصلنا للنقطه 81. كام؟ 81. النهارده كولر قدر ان هو يوصل يواصل الانتصارات بفوز كبير. على الرغم حلاوتكم يا جمالكم يا احلى حاجه في الدنيا جمهور النادي الاهلي، هات لي اللقطه اللي فاتت وقف عليها، لانه كولر منح عدد كبير من اللاعبين راحه، واللي بيعمله كولر مع الفريق ده من اهم مكاسب تواجد هذا الرجل. رجل بس اقف يا سمير، احلى حاجه في الدنيا احنا كل شغلنا وكل كلامنا وكل حاجه بنعملها بنعملها عشان خاطر جمهور الاهلي 80 90 مليون. هتقولي دول يا عم ما يكملوش 500 400 500، والله العظيم 3 400 يعني انا بحس ان هم 400 500 الف، الواحد ب 100 الف مش ب 1000.